السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. نقول لكم مرحبا بكم في لاشين حميد ميكانيك. اليوم راح ندير لكم فيديو في مخص مخاطر تاع اللصقة تاع لاكور بصفة عامة. هذه فيكتورينز، هذه ديركو، وهذا مخيرين اللي راني نمشو بهم دركا، هي سيرتو هذه، وكان انواع بزاف منهم. خاوتي مؤخرا جاني انسان جاب لي بامبا، اسمحوا لي هذه قديمه واش باش نشرح لكم برك الموضوع. جاب لي بامبا الويل، قال لي عمي حميد بدلها لي جديده في الكرتونه تاع 1.6 اتش دي. قلت له واش هو المشكل تاعك؟ قال لي راني كنا صباح كي نور الطونوبيل راهي اللامبا ما تطفاش، راهي تبقى تاع الزيت، تيموان تاع الزيت راه ما يطفاش، وراهو يطول يبقى تقريبا 30 ولا حتى 40 سكوند من بعد يطفى. قلت له ودي انت كيفاش عرفت بلي راهي لابومب هذه؟ قال لي هم قالوا لي بلي تكون الا منها ما كانش حاجه اخرى. صح. قلت له ودي لا حبيت تتبعني ربما نطول عليك شويه، بصح انا نلقى لك المشكل تاعك بلا ما تبدل لا بومبا لوي. واش انا في التحريه تاعي ديما كما نوصيكم ديما نروح لحاجه سهله، وديما نروح كما ديما نقول لكم الميكانيك كي تسلم لازم تبدا درجه بدرجه، تروح بحاجه سهله ومن بعد تروح لحاجه الواعره. خاوتي لا بومبا لويل هذه باش تنحيها من محرك 1.6 راهي عليها ربما تخدم فيها نهار ولا نهار ونص باش تنحيها وتركبها. وكاين لي بومبا لويل كما هذا النعت تنحي ليه الا الكارتير وتلقاها، وكاين نعت اخر كما هذه، كما هذه راهي تاع 301 و 1.2 في تي سونس، هذه لازم تنحي الموتور الارض وتقلع الكارتير وتقلع لفو بلوك لفو كارتير بس تسيبها. ما لا شي اللي وصيكم فيه مت فو با كيما يقول قاوري بانيكي، لا كانت تشعل لك اللامبا ثم تروح تشري اون بومبا لويل وتجد الميكانيسيان تقول له بدلها لك. الشيء اللي ننصحك به هو روح الميكانيسيان تاعك واحكي له على المشكل تاعك وخلي هو يدير تحريات بشويه، ان شاء الله يلقاك المشكل تاعك. انا هذا راني ديما نوصي فيكم على هذو لي كول، عندها فوائد كبيره بزاف بزاف باش الزيت ما يخرجش على لي جوان، ونستعملوها في بعض الاحيان كهي كجوان، نديروها هي ما بين الحديد لحديد وتحكم والزيت ما يخرجش. بصح عندها سلبيات تاعها واللي هما ربما حنا اللي ما كانش نديروهم، هما كيتكثر. دركا نوريكم في هذا البورت فيلتر، شوفوا اللصقه كيفاش راه مكثرينها. هي عندها لي جوال هنا، هذا لك حل اللي كنشوف فيه لهنا، هاو لك حل، هذا ستان جوان، شوفوا هذا هو الجوان تاعها. ان بون ميكانيسيان واش يدير؟ يمسح ينطوي ينحي جوان، ينطوي مليح، يرجع جوان لعاد مليح، يزيد ينطوي لا سيرفاس تاع اللي في البلوك ويحط جوان وما يديرش اللصقه. الا لعاد هذا جوان شويه تالف وما لقاهش يتباع، يدير شويه يدير حاجه قليله خلاص في الجوا ويصير سواء في هذا ولا في الـ في الـ في لي كارتير ولا في الـ في الـ تاع الكاج كلبيتر، سواء في المحركات اكل ما تكثروش اللصقه. هلا وشوفوا اللي هنا اللصقه كيفاش راهي مكثره مكثرينها. شوف
هذه كي تديرها وين تروح خويا؟ راهي تطلع وتروح تبوشي لك هذو تاع لي زربكان، شوفوا هذو لي ترو لهنا، تبوشي لك لي بوسوار، ولا بوشات هذو اسمهم، راه يقع لك مشكل ميكانيك كبير بزاف. دوكا نرجعوا للموضوع تاعنا. قلت له ودي خليني انا ندير التحريه تاعي، وهذيك الساعه لا عت من لا بومب الويل، نبدل لك لا بومب الويل. اول حاجه رحت ناحيته الفلتر لا كارتوش، هذه لقيتها مسخه بزاف، لقيته يطول في ومن بعد رحت ناحيته ديريكت هذا البورت، بورت كارتوش اللي هو ثاني فيه لا بياس هذه اللي مهمه، لهذه اللي تبرد الزيت، راهو يدخل الماء منا هنا، هاي مبوشيه، شوف كاش راهي مبوشيه، يدخل الماء منا ويخرج منا، والزيت يدخل منا ويخرج منا، عنده كلابي. رحت ناحيته هذا الفلتر ولقيت هذه اللصقه داخله في لي كلابي، ما تخليهمش يفرموا، شوفوا راهي، وربما ميكانسيا ما تبه ليها. هذه لابياس اللي جات داخل البورت فلتر، انا نقول له ربما واحد ما عمره لا نحاها، تقطعوا علاه، تدوا سيارتك باش تبدلوا الزيت، يجي يحكم الفلتر هذا يديروا الداخل ويدير عليه بورت فلتر والسلام. انا وزرته راني ناحيته، كاينه انفيس لهنا، كاينه انفيس تحكم لهنايا، تحكم هذا خوتي. بعد ما ناحيت هذه البياسه من بورت فيتر، لقيت له اللصقه لهنايا داخل الكلابي هذا، وهذا الكلابي شو كيفاش يخدم هكذا من داخل. قلت له شق التحثريب هذا كما هكذا، فاتح قاعد فاتح الاسمه، ولقيت له لهنايا في الكلابي هذا اللي كتشوف فيه، ها شوف حتى هذا الكلابي لقيت له فيه اللصقه، لقيته فاتح مفتوح، هو لازم يفرمي بعد ما يسرك لي الزيت، يفرمي باش الزيت ما يحبطش كل الكارتير، يبقى شادو الزيت هنا، كي تنوض ديجا يكون كاين الزيت ثم يطلع، وثم تطفى اللام. وقبل راني قبل ما نروح نشوف هذا البورت فلتر، اول حاجه رحنا بدلنا هذا المانو واللي هو اللي تبداو به الاول، المانو تاع الزيت هو اللي تبداو به الاول، لا لقيتو فيه لهنا اللصقه كما هكذا، تلقاو الداخل صح، تلقاو هكذا الداخل بوشياته، نحوها وعاودوا بلاصه وشوفوا، لا لقيتو ما فيهاش بدوه، تجي في 100,000 بدوه، وقادر يكون منه برك. لا درتو لا بدلتوه وما والمشكل باقي، هذيك الساعه روحوا البورت فلتر هذا، ان شاء الله المشكل كله هنا. في هذا الفيديو مانيش حاب نزيد نتطرق لكم الحوايج الاخرى، خاطر شويه كومبليكي، ورانا راح نشرحها لكم في فيديو اخرى ان شاء الله، اللي هي لي زرباكام ولا في البركان كيعودوا مجروحين. ثاني راهي اللمبه تبقى دير هكذاك وما تطفاش حتى تبدلوا حوايج. في الاخير خوتي ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه الفيديو البسيطه بصح المهمه. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو أخرى إن شاء الله مع حميد ميكانيك.